السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم، وتحياتي للجميع. مرحبا بكم مرة أخرى في هذا التحليل الكانتي اللي غادي يكون في سانكلو الإخوان، تيران غيكون في تخيلورد اليوم، حتى الأوتيل اليوم كان في تخيلورد. على كل حال اخوان، سانكلو تروازيام كورس، ديبار ديالو مع جوج وربع، 16 ديال الخيو، 16 ديال الخيل، وغيكون اصلا السايز غادي يكون نو باردون سايز وايتابا اللي فيميلا، من بين الفيميلات اللي غيكونوا في مشاركين لينا غدا. الفيميل اللي كاينين نورمالمون غيكون عندنا الرقم 10 ليدي شابيل، وكاين عندنا السايز اللي غيكون نو باردون. هادو هما لي فيميل اللي غيكونوا متواجدين عندنا في الكانتي ديالنا. على كل حال اخواني الكرام، غنبارطاجي معكم الفرنش فالتير في النوم سيتي، والفات الفافوري والباتخ الفافوري، تم الاخوان لكم الاختيار، الاخوان في الاختيارات. خويو كيمشيو بيناتهم، كيدوزو حد السيمانه كيعاودو يجريو، شي كيربح شي، كما كيقول المثل، شي كيربح شي تلعب مول شي. بالنسبه للتريز هو الديرنيير مينيت، التريز راه دار معاهم سيزيام، والكاتورز حتى هو راه دار معاهم تروازيام، والاه كان ربحهم، والناف دار دوزيام، وكاينين بزاف ديال الخيول اللي كانوا شاركوا في داك الكانتي. ومن موراها مورسان رقم 9 رجع لينا واحد الكورسه في الكومبين خسر. عاوتاني هادي الكانتي دو دار سيزيام في سانكلو في 2400، دو دار سيزيام، ومن موراها جا والكات دار ساتيام. كذلك عاوتاني عندنا الان بروميير بلاس كما كنشوفو ترابيكو، مورسان دار دوزيام، ولكن ناف رجع عاوتاني ودار نانو بلاسي في الكومبيين، لان التيرانات تكونو ماشي كيف كيف. الكاتورز دار تروازيام عاوتاني، مشى لينا الدوزيام بروف وخسر، الدوزيام بروف ديالو وخسر. دو كان دار سانكيام، من موراها جا دار سيزيام، وجا عاوتاني دارنا تروازيام لنمرة واحد. ايوا والطريز باقي ما جراش، والسبعة باقي ما جراش. الناف دوزيام، الناف ربح لينا الان، والان ربح لينا الناف. السايس كان دار نو بلاسي غيكون نو باردون، والان ربح لينا الناف. شوف كيفاش امور تختلف، امور تختلف. دائما كيمشيو بيناتهم، دائما كيجيو من لي دو برومي في الكانتي. هنا راه غانيو دوزيام، هنا دوزيام كاتريام، هنايا غانيو دوزيام. غدا شنو غيديرو؟ هذا هو السؤال المطروح، غدا شنو غادي يديرو؟ ما عليناش الخوت، تيبقى شكون اللي جرى لينا شحال المسافة ال 2100 على ما أظن، غتلعب دور كبيرة ال 2100 ال 2000 مترو. رضوان العود ديال أغاكون أونسيان، هاد العود دار لينا تروازيام، ولكن دار لينا نافيام في سانكلو في 2400. شكون اللي جرى لينا في في الكانتي ديال 2024 شهر 3؟ هو راه جرى بوحدو في الدوزيام بروف، هادي كانت دوزيام بروف. ولكن شكون اللي جرى لينا نهار 16 شهر 3؟ غيكونوا بعض الخيول، تنظن غيكون مون وولك ستيب رقم جوج، غادي يكون لأنه هو الوحيد اللي بان ليا جرى نهار 16. هي هادي 2400، هي هادي، هي هادي دار فيها سيزيام، هادي كان جرى فيها مورف وان ومون وولك ستيب، مورف وان ومون وولك ستيب. على كل حال، من الأحسن نحطو واحد لا سيليكسيون، ولكن حتى الفيديو التاني اللي غنديرو فيه البروغرام
نبارطاجي معكم اللي عندي الاخوان وصافي، تو سيركات الفرنش اوفاتيرف، وكذلك الخيول ديال نون سيتي والفافوري و المهم راه عطيت تاع الطريو هذا كيفاش حالته. بروميير هونديكاب عندهم هونديكاب وحده في تولوز، عاود جاي من تولوز، عنده اول بيناليزاسيون عنده في هاد واول كانتي وعاود ديال ريكلامي وكونديسيون الهونديكاب، عجل لينا في الهونديكاب في تيران لورد مع من جاري مع يوكيلون نايت دو امبوريدا نيكولاس كاليسكو بيكنيك رويال. بيكنيك رويال مشى بستين كيلو بيكنيك رويال ويولي كون جلب 26. المهم خلي هادشي جانبا وغنبارطاجي معكم كل ما هو مفيد 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 ومفيد. غادي نمشيو لعند الباساج اوبليجي، هما هادو باساج اوبليجي 9 2 1 9 2 1. بالنسبة لي فافوري غيكون 9 وغادي يباطي الان لان راه تمشيو بيناتهم شي كيضرب شي. بالنسبة لنون سيتي فيها 6 8 15 6 8 15، بيكنيك رويال هو الويت والسيس هاد العود يركب على وقيلة ستيفاني باسكي وعود ديال بيتر شيريغن، هذا هو عود الراس. انا عندي الاخوان لي تاق غيلعبو لي ما تاقش ميلعبوش، بيتر شيريغن غدا هو عود الراس. الكنز عندو ان كانتي نور بلاسي، هادو هما مي توكاخ. اما الدو سيركات الاخوان فيها ان نيف كات تريز، ان نيف كات تريز، هادي هي اللوحة ديالي، اللوحة التشكيلية ديالي شكلناها وحطيناها لكم. ديرو لها سكرين واحتفظوا بها وخدموا عليها. اما بالنسبه للفرنش اوفالتيرف كتقول لينا سيدي فرنش اوفالتيرف 1 3 2 4 9 14 15 7 12 10 3 6 5 11. نون سيتي توجور هنا. على كل حال انا كنت نقول انا السيس بيتر شيريغن هو اللي غادي تيق به 100% الكانيو، هو 6 9 ولا 6 1 ولا 6 9 1 6 9 1. دونك الان ضرب الناف، الناف ضرب الان، ربح الكانتي ديالو الان، بيناليزاسيون تيجيو البارح بيناليزي جا الان ما لعبتش الان صراحة، واليوم البيناليزاسيون جا الكات وما لعبتش الكات. تنهرب من البيناليزي هو المشكل ديالي، ولو انا كنشوف لافالور ديالو اللي قبل كتكون مزيانة، ولكن على كل حال لا سيليكسيون غادي نحطوها في الفيديو الثاني ديال البروغرام. المهم ناف تريز ان دو كات، شكون هو الكات؟ ياك ما مور فوان، ياك ما مور فوان او لا السبعه هو مور، لان يستحق داك السبعه الاخوان. ها انتم هاد التليفون ديشارجا، التليفون ديشارجا هو مور فوان. دونك هادشي اللي عطا الله خوتي، تليفون غادي يطفى، دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.